السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو أخونا غادي نشوفو إعداد راوتر تومسون تليفونيكا، هذا كيشتغل في الديار الأوروبية إخواني، عكس هذا اللي ديال اتصالات المغرب. هذا ديال اتصالات المغرب إخواني، فهناك اختلاف من حيث هذا الراوتر ديال اتصالات المغرب مع هذا اللي كيجينا من أوروبا. هذا تليفونيكا تومسون تليفونيكا، رحتو مع الفيرسيون اللي فيه هنا، هذا ديال اوروبا تي جي 585 اي فيرسيون 7، وديال اتصالات المغرب هذا قديم. هنا رحتو معي تا هو تومسون تي 585 تي جي 585 فيرسيون 8. وبالنسبه للاشتغال ديالو فال ديال اوروبا اخواني، من حيث الكفاءه ديالو كيشتغل احسن من هذا. اذا كتلاحظوا معايا الفولتاج 22 فولت، حتى هذا فيه 22 فولت. واحد الفرق ثاني اخواني هو بالنسبه لليد، فهاد هنا كل لان عنده واحد الليد ديالو كما تلاحظوا معي، كل ليد عنده كل لان عندو كل بور عندو ليد ديال، من فوق البرونشي الكاب كيشعل لك الليد ديال. اذا غادي نشوفو ان شاء الله كيفاش نقومو بالتشغيل ديالو هنا مع اتصالات المغرب، لان كنعرفو هاد الراوترات هادوما ديال اوروبا ما كيبغيوش يخدمونا مع السيرفيس بروفايدرز ديالنا ديال اتصالات المغرب. اذا ان شاء الله غادي نشوفو الطريقه كيفاش نخدموه. ما تمشيو فين قبل ما نبداو الخدمه اخواني، غادي تحولوا ما امكن هذا الراوتر هذا. تلاحظوا ها هي تليفونيكا، تال الفيرموار من داخل تقريبا شبيه بالفيرموار ديال الراوتر اتصال المغرب، ولكن كاين فرق فمجموعه من الاعدادات غير موجوده في هذا الراوتر باش نقلو نقومو بالاعداد ديالو ان شاء الله. بالنسبه اللي بغيت نقول لكم هو روزيت، غادي تضغطوا ديروا واحد ابره ولا طورنوفيس كيف ما بغى يكون، ضغطوا هنا حتى يترودي مرة الروتر ديالنا. غادي نشوفوا دابا كما تلاحظوا معي الان الكونيكسيون لا بوند باسونت، انا مبرونشي الكاب ديال الادي اس ال، كتلاحظوا معي انا مبرونشي الكاب ديال الادي اس ال. إذن هنا الانترنت غير موجوده، شعلة باللون احمر. إذن ندوزو للحاسب نشوفو لكم في كونفيغوراسيون اخوان. إذن نبداو على بركه الله، غادي نمشيو نشوفو دي الواجهه اللي عندي هنا هي هادي ديال الراوتر، فهو كيتشابه اخواني مع الراوتر ديال اتصالات المغرب بالنسبه للتومسون ديال الاتصالات. هنا كما تلاحظوا الفيرسيون اللي كاين عندي البروداكت تي جي 585 فيرسيون 7، هنا السوفتوير رولي 8.2.5. اذا غادي نمشيو مباشره نشوفو لا كونفيغوراسيون، هنا غادي نديرو سيت اب كيف ما تلاحظوا معايا كونفيغوراسيون سيرفيس نايم هنا ديال زين، هذا ديال شي شركه في اوروبا. هنا بالسميه ديالها هنا زين تي جي 585 فيرسيون 7 كونفيغ نات. هنا البروتوكول اللي مخدمينه هو هذا، هذا ما غاديش يخدم لنا، وحتى الفي بي اي والفي سي اي هنا 0.38، اذا هذا ما غاديش يخدموا لنا ان شاء الله. كما تلاحظوا معي غادي نمشيو سيت اب، غادي نديرو نيكست. هنا كما تلاحظوا انا سبق واردت نعمل الكونفيغوراسيون ولكن لم يفلح معي اخواني. اذا غادي نديرو هنا عاوتاني تيست 2009 ونشوفو واش غادي يدوز ولا لا. تيست 2009 هنا بالنسبه للسيستم هنا مغلق، ما عندكش شي امكانيه كيفاش يمكن لك تدخل الاعدادات المناسبه بحال الكونت هذا اللي كنشوفوه هنا زين اوتوماتيك. بالنسبه للفي بي اي والفي سي اي ما كاينينش. هنا كما تلاحظوا الادريس لوكال، ومن غير يخدم ديال سي بي من 64 حتى ل 253. وهنا بالنسبه للباسريل بار ديفو الادريس اللي غادي ندخلوا بها،
هنا بالنسبه للبابليك ادريس ديال الدينيس ديرو نيكست ديرو ستارت. هنا كياخذ شويه ديال الوقت هنشوفوا واش غادي يعطينا واش لا كونفيغوراسيون. كما كتلاحظوا اللمبه هنا كتشعل باللون احمر ثم تنطفئ. انتم الاخوان يقدر يكون عندكم فيرمور اخر بالنسبه لهذا الروتر، هذا يقدر يكون عندكم من غير هاد البيس نيت اللي كان عندي هنا. اذا كيف ما كتلاحظوا معي مازال ما عطاني حتى شي حاجه هاد البيس نيت. ما كاين شي حاجه اخواني، وهنا تيقول لك بليز وايت انتظر باش كيدير لا كونفيغوراسيون. اوكي هنا ما غادي يدير والو، غادي يبقى هكا ما غيعطيني حتى شي حاجه، لان انا سبق لي وبغيت ندير له لا كونفيغوراسيون وكان ما عطاني والو. غادي ندير غادي نخرجو من هنا، تلاحظوا ما كاين حتى شي حاجه. اذا هذا الفيرموار هذا اخواني ناقصين في بزاف ديال الحوايج اللي ما يمكنناش نكونفيغيريو الانترنت ديالنا في هذا الروتر هذا. اذا غادي نمشيو لواحد البروغرام غادي نديرو ويندوز سيت ابجريد تولز، غادي ندخلو واحد لوجيسيال سيت اب اوكي نديرو اوكي. غادي نديرو الميزا نيفو فوتغ كونسون جيت واي. حنا هاد الفيرموير اللي فيه اخواني حنا غنحاول ما امكن نديرو الميزا نيفو بواحد الفيرموير واحد اخر اللي فيه هاد الفي بي اي وفي هاد الفي سي اي اخواني ديال 835 وحتى الكونت ديالنا بالنسبه ل غادي نمشيو سبيبا. غادي نديرو ديسكيت فورنير باركورير. بالنسبه انا الملفات اللي عندي كاينين هما هادو ثلاثه ديال التحديثات، كاين التحديث الاول الثاني الثالث. اذا غادي نختار هذا الاول، غادي نمشي ديسكتوب، غادي نشوف هو هذا براندد اوكي. بالنسبه باش نعرفوا بان التحديث كونت كومباتيبل مع هذا الروتر هذا ولا الفيرموير الموجود في الروتر، هنا خصو ضروري انفورم سيليكسيون خصو يطلع لك هنا تقرا. اذا الفيرسون 7.4.4.7 والفيرسون اللي كانت قبل اللي فيه دابا هي 8.2.2.5. اذا غادي نديرو سويفون. اذا غادي نبدا يدير لنا الميزانيفو ديال هاد الفيرمور هذا. اذا كما تلاحظوا معايا الروتر فهو تيعمل روديماراج الان، وغادي يبدا يدير الميزانيفو ديال الفيرمور الموجود عليه. غادي تنتظروا هنا تحاول ما امكن اخواني تنتبهوا جيدا باش تقطع لكم الضوء على الروتر وهو كيدير الميزانيفو، راه يقدر يحبس نهائيا ما يبقاش خدام. ولا تحاول ما امكن الكابل ديال ار جي 45 يكون برونشي مزيان حتى هو ما خصكمش تزولوه، لان كيدير الميزانيفو من الحاسوب كيتم التمرير ديال هاد الميزاجور الفيرمو للروتر عن طريق الكابل ار جي 45. اذا غادي ننتظر اخواني حتى يكمل هاد الميزانيفو هذا. اذا هذه الطريقه الواحد الاخواني اللي كاينه اللي يمكننا نصوبوا بها هذا الروتر هذا ديال تليفونيكا تومسون تليفونيكا، ويمكننا نشغلو هنا في المغرب ان شاء الله. حتى الميزة اخواني في هاد الفيرمور هذا اللي درتو دابا انا، ممكن هاد الروتر هذا يمكننا نخدموه بوان داكسي ولا ريبيتر، يمكننا نخدمو. انتوما غادي تشوفو ان شاء الله من بعد ما غادي نكملو الميزا نيفو هاد المرحلة هادي ندوزو لمراحل اخرى، غادي نلقاو ان شاء الله هاد الروتر هذا قابل يمكننا في هاد الفيرمور هذا نعدلو عليه نردوه ريبيتر، يبقى يشد لنا
وبهاد الخاصية ديال الوي دي اس اللي الناس بخت لي وطرحتها في لي فيديو اللي طرا فلاشي على بعض الروتور ديال تي بي لانك، كيفاش يمكن نربطو الروتر ديالنا ريبيتر مع روتر اخر واي فاي بالخاصية الوي دي اس، كيمكن نسكانيو الواي فيات وندخلو الكود ديال ديك الواي فاي اللي باغي نربطو حنا معاه ويرجع لنا كيوزعنا الانترنت من جديد. وهاد هذا الروتر نفس الخاصية يمكن يديرها طريقة مع الفيرموار ولا الميزانيفو اللي كنديرها دابا انا. اذا الان قرب يكمل لان عاود ترودي مرة تانية كما تلاحظوا هو شعلنا دابا الان لمبة باربعة ديال باور وديال الإيترنت والولان ديال الواي فاي وحتى الكونيكسيون. اذا ديال الانترنت مازال ما شعلت لان هذا الانترنت عنده علاقة بالكرياسيون ديال لالين، خص يكون فيها اللوغين مادام هو تعرفنا على الكونيكسيون، خص يكون فيها اللوغين والباسورد، وخص يكون فيها اخواني للفي بي اي والفيسا اي 835 ضروري. اذا في هاد المرحلة غادي نخليوها ان شاء الله حتى يكمل، عاد ندخلو الراوتر ديالنا نشوفو شنو التعديلات اللي دارت فيه. ان شاء الله في لا ديسكريبسيون غادي ننزل لكم هاد لي فيشي اللي يمكن لكم تيليشارجيو حتى التحديثات اللي عندي هنا. وهاد البرنامج هذا ديال تومسون هوم انستال ويزارد كما تلاحظوا معي، هذا خاص بهاد الانواع ديال هاد الراوترات. اذا كما تلاحظوا معي الان الراوتر كينتهي، غادي نديرو تيرميني، غادي نرجعو نديرو نخرجو من هاد البروغرام، غادي نرجعو لاباج ديالنا نديرو اكتواليزي. كما كتلاحظو معي هنا تبدل بلوس نت، كما تلاحظو هنا تبدل لي هنا اللوغو ديال الفيرموير ولا الواجهة ديال الراوتر. اذا غادي نشوفو شمن لادريس عندو cmd ip config، شوف الادريس اللي كاينه هي 154.54. اذا غادي نمشي كما تلاحظوا معايا الاخوان، غادي نمشيو للانترنت نكليكيو عليها. هنا مازال ما عطانا والو، هنا مازال ما كاين حتى شي حاجه. اذا غادي نديرو سيت اب. اذا الفيرسيون اخواني كما تلاحظوا تبدلت 7.4.4.7. هاد السيرفيس نيم في الاول اللي كان الفيرموير الاول ديال 8.2.2.5 ما واخا درنا السيت اب هنا ما عطانا حتى شي تغيير. اذا غادي نشوفو دابا واش كاين شي جديد ام لا. غادي نديرو سيت اب، نديرو نيكست. اذا كما تلاحظوا الان عندنا الامكانيه سيليكت السيرفيس، غادي نديرو اوردر، نديرو نيكست. اذا هنا كاين 0.38 وحنا عندنا الغرض ب 8.35. هنا البروتوكول اللي خدام نخدمو هذا البروتوكول هذا ديال البي بي بي او او. وبالنسبه للوجين ديالنا غادي نديرو تيست 2009. هنا هذا الكونت ديال اتصالات المغرب باش يمكن لك تكونيكتا للانترنت. اذا غادي نديرو نيكست. هنا غادي نخليوه في برايفت اي بي ويذ نات، غادي نخليه كيف ما هو. نيتورك هنا لادريس ديال الريزو والماسك سو ريزو. بالنسبه للاي بي ادريس هو 1254. هذا الباس ريل غادي نديرو نيكست. اذا غادي يفرق لنا من 64، حنا نردوه جوج، يفرق لنا من 1.2 حتى ل 253. اذا غنديرو نيكست، نديرو ستار. اذا غادي نشوفو الان واش الراوتر غادي تكونفيغور لنا ولا لا. اذا الان تيترو ديمارا باش كيدير الاعدادات.
هنا في هذه الحالة إخواني ما غادي ندخلوا لادريس ديال الدينيس، لا ولا هو أوتوماتيك يعطي، خصو يعطي لادريس دينيس. إذن هنا غادي كنتظر باش كتعطى شي شوية على حسب لا كونفيغوراسيون. فبالنسبة للخاصية ديال يمكن نرجعوه ريبيتور، فنفس الفيرموار اللي درت بيها انا الميزانيفو غادي نلقاو فيه ان شاء الله هاد لوبسيون هادي ديال وي دي اس. نديرو فينيش. الان غادي نشوفو واش الراوتر غادي يتعرف لنا على هاد البوند باسونت ولا لا. الان شعل باللون الاحمر. اذا هنا كما تلاحظوا الكونفيغوراسيون هو تغير، دارتنا اودر. هذا كيبين على ان الراوتر غادي يشتغل ان شاء الله. بالنسبه للباك اب ديال هذا الراوتر هذا غادي ننزل لكم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون، يمكن لكم تيليشارجو، يمكن لكم تخدموا بالباك اب نتوما، وهاد القضيه تقدر تشتغل معكم ان شاء الله. الا ما خدمتش يمكن ديروا الطريقه ديال ديروا الميزانيفو ديال الفيرموير الموجود على الراوتر. اذا كما تلاحظوا الاخوان الان هي شعلنا الانترنت، شعلت لنا باللون اصفر ولا باللون اخضر، باللون اصفر. الان الانترنت خاصها تكون موجوده ان شاء الله. كما كتلاحظوا الاخوان الانترنت الان موجوده، اكسس انترنت. غادي نمشي للكونفيغوراسيون، هنا غادي نبدل، غادي ندير كازا بلانكا، وغادي ندير ابليكي. كيف ما كتلاحظوا معي الان دابا راه خدام. دابا الان سيرفيس نيم هو اودر موديفيد باي يوزر. كيف ما كتلاحظوا الان هو مأكتيفي الانترنت، مأكتيفي والاديسون مأكتيفي. شوفوا الانترنت واش موجوده، ديروا جوجل الان موجوده. غادي نديروا سبيد تيست. إذا البينك 31 ملي سكوند مزيان. غادي نشوفو الداونلود كما تلاحظو 10.68 ولا 10.70، فهو جيد إلى حد الآن. 10.76 داونلود، والأبلود غيكون واحد 900 800 كيلو بلا فونكس يطلع 900 كيلو. اذا جيد لحد الان اخواني، الراوتر كيشتغل الان مزيان بهذا الفيرموير هذا. اللي بغيت نتكلم هنا بالنسبه للتيب، هو كما تلاحظوا تغير. غادي نشوفوا الهوم نيتورك، هوم نيتورك. غادي نمشيو للواي فاي، يمكن نموديفي الواي فاي ديالنا. نمشيو كونفيغور. اذا هنا غادي يمكننا نبدلو، نديرو هاد الادريس هادي، حيت هاد وولان سي زيرو هو هاد الادريس اللي مكتوبة عنده هنا اخوان. غادي نردو المعلومات ديالو بار ديفو كما تلاحظو معايا. وولان سي زيرو، والكود هو هذا لتحت. هنا في هذه الحالة يمكننا نديرو غادي نديرو ابليكي.
غادي نرجعو نشوفو هنا شنو كاين. كاين والو، صافي هادشي اللي يمكننا نغيروه. بالنسبة للشانل هو مأكتيفي على 11. هنا كما تلاحظو هنا البيك التاسك كونفيغ وي دي اس، يمكننا دابا نخدمو هاد الراوتر كريبيتر. اذا هاد الخاصية اللي مزيانة فيه، غادي نأكتيفي الوي دي اس هادي كوشي وكدير ابليكي، ولا كنمشي دير سكان وكيسكان لك للواي فاي اللي واصلين لهاد الراوتر هذا، وكتكونيكتيهم كتدخل مود باس عادي. هادشي اللي كاين الاخوان. بالنسبة بغينا نديرو له الروزيت، كنديرو له من هنا. نشوفو سيف او سوفغارد. لا بغينا نديرو ريستوراسيون ديال هاد السوفغارد، اذا باك اب. اول باك اب عندي هو يوزر 3. اذا هاد الباك اب غادي ننزل لكم في لا ديسكريبسيون، ديروا شوازي ان فيشي ودير ريستور، غادي يخدم ان شاء الله. اذا كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله في هذا الشرح هذا. وخنا اربي ان هاد الروتورات لان قلال شي شويه ما كاينينش في السوق بزاف، ولكن بالنسبه اللي في المتناول ديالي يمكن لي يصاوبوا الان. اخوان ما تنساوش تابونوا باش نديروا جيم بارطاج، كليكي على رمز الجرس باش يوصلكم كل ما جيت في القناه ان شاء الله. نضربكم موعد مع فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.